من أين أتت العلوم التي تم من خلالها بناء الأهرامات المصرية، معجزة البشرية الأولى والأكبر عبر التاريخ؟ من هم الأنبياء الذين أرسلهم الله إلى شعب حضارة أطلانتس؟ من هو هرمس الهرمسة صاحب علوم حضارة أطلانتس؟ وأين اختفت تلك العلوم الرهيبة؟ ما سبب بناء أهرامات الجيزة في مصر؟ وكيف نجت هذه الأهرامات من الطوفان العظيم والذي دمر كل شيء على وجه الأرض؟ هل ستصدق إن علمت أن الدين السماوي الذي يتبعه البشر قبل الطوفان ما زال موجودا حتى الآن؟ وله أتباع يدعون أنهم يملكون صحف آدم وشيس وإدريس أنبياء الله؟ ما علاقة أسطورة الأنانوكي وألواح جلجامش ودين السابقة بحضارة أطلانتس؟ ذكرنا في الحلقة السابقة أسماء ملوك حضارة أطلانتس وبعض عجائبهم، وذكرنا أهم مدنهم وعاصمتهم أمسوس ومكانها الآن في مصر. أطلانتس هي كلمة يونانية الأصل وتعني أرض العمالقة أو الجبابرة، وهو ما أكدنا عليه في الفيديوهات السابقة من أن شعب حضارة أطلانتس قبل الطوفان كانوا عمالقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان طول آدم 60 ذراعا في 7 أصوع عرضا. وفي رواية: لم يزل الخلق ينقص حتى الآن. قال المستشرق السيد هانيريون العضو في المجمع العلمي الفرنسي أن طول آدم كان 123 قدما و9 بوصات، أي 37 مترا تقريبا، وأن طول حواء كان 118 قدما و3/4 بوصة. وسنذكر لكم بالصور والدلائل في فيديو قادم بإذن الله حقيقة وجود العمالقة قبل وبعد الطوفان العظيم. تخيلوا بشرا أطوالهم تزيد عن 30 مترا يمتلكون علوما إلهية. يكفي أن تعرفوا أن الله أنزل من السماء على البشر 104 كتابا 80 منهم قبل الطوفان. ساهمت تلك العلوم مع هذه الأجسام الضخمة في ظهور أكبر وأعظم حضارة عرفها التاريخ البشري، حضارة أطلانتس. كان أول نبي أرسله الله للبشر كان أبونا آدم عليه السلام، من بعده ابنه شيس عليهما السلام، وهذان النبيان العظيمان أرسلا قبل نشأة حضارة أطلانتس. وكما ذكرنا سابقا أرسلهما الله إلى شعب الأراضي العليا، فلم يكن هناك كفر على الأرض، ولكن المعصية كانت قد بدأت بالظهور في الأرض السفلى وشعب قابيل. أنزل الله على نبيه شيس 50 صحيفة كانت الأساس الذي بنيت عليه حضارة أطلانتس. بعد أن انتقلت تلك العلوم لشعوب الأراضي السفلى في عصر مهلائيل ابن قايين ابن أنوش ابن شيس ابن آدم، لكن كيف تحول البشر من الإيمان إلى الكفر حتى استحقوا أشد عذاب إلهي نزل على البشر؟ ماذا فعل أصحاب أول حضارة في التاريخ حتى استحقوا هذا العذاب؟ تخيلوا معي، مع نزول أبونا آدم وأمنا حواء إلى الأرض كان الإيمان بوحدانية الله هو فقط الموجود على الأرض. ألم تسأل نفسك يوما كيف تحول البشر ليس فقط من الإيمان إلى الكفر، بل كيف تم مسح الدين بالكامل حتى أدى شعب حضارة أطلانتس يتعجب من رسالة نبي الله نوح رغم أن الله أرسل شيس وإدريس بعد آدم وقبل نوح؟ اسمعوا ماذا قال نوح له عندما دعاهم للإيمان بوحدانية الله. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. لم تتعجبوا ولو للحظة عندما سمعتم هذه الآية من قبل؟ ألم تسألوا أنفسكم ما الذي حدث جعل أحفاد وذرية أبونا آدم لا يصدقون كلام نوح عليه السلام؟ هم فقط لم يكفروا بالله ولم يكذبوا دعوة نوح عليه السلام، لكن الغريب أنهم قالوا أنه لم يسمعوا بهذا الكلام من قبل في الأجيال التي سبقتهم. كيف تم مسح الدين بالكامل من على الأرض حتى ظهر قوم يقولون أنهم لم يسمعوا به من قبل؟ اترك عزيز المشاهد كل ما في يديك وانتبه جيدا لكل ما ستسمعه في هذا الفيديو، فربما تكون قد سمعت بعض المعلومات هنا أو هناك، لكنك بالتأكيد لم تسمع الأمر بشكل كامل من قبل في أي مكان. ولكن لنفهم الأمر بشكل صحيح علينا أن نعود للخلف قليلا. في الوقت الذي انقسمت البشرية في بدايتها إلى شعبين، الأول يعيش فوق الجبال في الأراضي المرتفعة في كنف الإيمان والتوحيد بالله تحت قيادة أبو البشر آدم عليه السلام، كان إبليس يجهز الخطط التي وعد بها إبليس عندما قال لرب العزة حين رفض السجود لآدم، قال: أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلى قليلا. وقال أيضا: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض وأغوينهم أجمعين، وقال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبيتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. انظروا وتمعنوا في كل هذا الوعيد، وعد وراء وعد وراء وعد أقسم من خلالها إبليس على إضلالة وإهلاك ذرية آدم، ولم يكن مجرد كلام بلا فعل، فإبليس كان يعلم قدراته جيدا وبدأ في التنفيذ. بعد أن تكللت أولى خطواته بالنجاح حينما استطاع إخراج أبانا آدم من الجنة، وبعد أن فشلت خطوته الثانية عندما خسر حرب القيامة البشرية أمام الإنس بقيادة ميهلائيل، جاء الدور على المهمة الرئيسية وهو إضلال الذرية. بدأها بالوسوسة لقابيل حين يقتل أخاه، وبالتالي وضع اللبنة الأولى في تقسيم البشرية حينما طرد ونفى أبونا آدم ابنه قابيل وزوجته إلى الأراضي السفلية لتنقسم البشرية إلى قسمين. فكما نعلم جميعا المثل القائل فرق تسد، وهذا ما فعله إبليس. كان أمامه شعبان، الأول على الإيمان ويملك العلم وهم شعوب الأراضي العليا، والثاني شعب قابيل في الأسفل. فوضع خطتين منفصلتين لكل شعب لإضلالهم، ونفذهما في نفس الوقت ولكن في مكانين مختلفين. فلقد انتظر حتى وفاة آدم، وحدث هذا في بداية حكم مهلائيل. فقد أدى إبليس رجلا من أهل الأرض السفلى يسمى سوبال في صورة غلام، طلب منه أن يعمل خادما لديه، وكان إبليس يخدمه. فأخذ إبليس مثل هذا الذي يزمر في مزمار، فجاء فيه بصوت لم يسمع الناس مثله، فبلغ ذلك من حولهم فانتابوهم تسمعون إليه، وبدأوا يتجمعون حولهم من شدة جمال الموسيقى التي تصدر منه. وكل هذه الأحداث كانت في أرض اليمن، حيث كان يسكن شعب قابيل مع أبيهم قابيل. وبعد أن علمهم المزامير والطنابير والطبول والعيدان والمعازف، انهمك ولد قابيل في اللهو، واتخذوا عيدا يجتمعون إليه في السنة، فالتبرج النساء للرجال. وعندما كان الرجال من شعب الأرض العليا يرى تبرج النساء في الأسفل ويسمعون تلك المعازف، افتتن عدد كبير منهم ونزلوا وتزوجوا من نساء شعب قابيل. فجاءت المعصية وتناكحوا واختلطوا، وكسر بنو قابيل حتى ملأوا الأرض، حتى قيل أنه في كل صباح كان يقول ماء من بني شيس، لو نظرنا إلى ما فعل بنو عمنا يعنون بني قابيل، فكان ينزل كل يوم ماء من أبناء آدم وشيس، وانتشر بينهم الزنا وشرب الخمر والفساد، وهم أنفسهم صناع حضارة أطلانتس المفقودة، وهم الذين غرقوا أيام نوح. لم توقف خطة إبليس عند هذا الحد، فقد ذهب إلى شعب الأرض العليا وخدعهم أيضا. لما مات آدم دفنه بنو شيس في مغارة في الجبل. قال هشام وأخبرني أبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال فكان بنو شيس يأتون جنب آدم في المغارة فيعظمونه ويترحمون عليه، فقال رجل من بني قابيل إن لبني شيس دوارا يدورون حوله ويعظمونه وليس لكم شيء، فنحت لهم صنما فكان أول صنم يعبد في الأرض. وبهذا نرى كيف فتن إبليس شعب آدم بشعب قابيل، وفتن شعب قابيل بشعب شيس وآدم عليهما السلام. لكن حتى الآن لم ينتشر الكفر بين شعب شيس وشعب قابيل، بل انتشرت المعصية فقط، وهو عن طريق البداية للنهاية. هنا يظهر رجل من أبناء سيدنا آدم ويسمى بكراويس الجبار ابن مصرايم ابن مواكيل ابن داويل ابن عرباق ابن آدم عليه السلام، ويخرج من أرض قابيل مع نيف وسبعين راكبا من بني عرباق الجبابرة، كلهم يطلبون موضعا ينقطعون فيه عن بني آدم، فلم يزالوا يمشون حتى وصلوا إلى النيل فأطالوا المشي عليه. فلما رأوا سعة البلد وحسنه أعجبهم وقالوا هذا بلد زرع وعمارة، فأقاموا فيه استوطنوه وبنوا الأبنية والمصانع المحكمة، وبنى بكراويس مصر وسماها أمسوس، وهي امتداد لمدينة السوس الأقصى التي بناها مهلائيل لحماية شعب الأرض السفلى. كان بكراويس جبارا له قوة زائدة وبطش، وكان مع ذلك عالما له الرأي من الجن، فملك بني أبيه ولم يزل مطاعا في أمره، وقد كان وقع إليه من العلوم التي علمها جبريل لآدم عليه السلام، فقهر بها الجبابرة الذين كانوا معه، وهم الملوك الذين بنوا الأعلام وأقاموا الأساطير العظام، بنوا المصانع الغريبة ووضعوا السطلسمات العجيبة، استخرجوا المعادن وقهروا من نوائم من ملوك الأرض، ولم يطمع فيهم طامع، وكل علم جليل هو في أيدي المصريين، إنما كان من علوم أولئك كانت مكتوبة على الحجارة. ثم أمرهم بكراويس ببناء أعلاما طوالا طول كل علم منها 100 ذراع، زرعوا وعمروا الأرض، وأمرهم ببناء المدائن والقرى
وأسكن أهل كل بيت ناحية من أرض مصر. كانت هذه اللبنة الأولى في حضارة أطلنطس وبنيها وملكها الأول بكراويس ويسميه العرب نكراوش، هم الذين حفروا النيل حتى أجروا ماءه إليهم، ولم يكن قبل ذلك معتدل الجري، وإنما كان ينبطح ويتفرق في الأرض، فوجه إلى النوبة جماعة حتى هندسوه، وشقوا منه أنهارا إلى مواضع كثيرة من مدنهم التي بنوها، شقوا منها نهرا إلى مدينة أمسوس يجري في وسطها وغرسوا فيها عليه الغروس، كسر خيرهم وعمرت أرضهم. تجبر بكراويس لما ملك قومه وكان عظيمهم، وبعد 120 سنة خلط من ملكه أمر فأقامت المسلات والأعمدة وكتبوا عليها علومهم، وصنع بكراويس هذا أعاجيب كثيرة لا يصدقها العقل. كانت النواة الأولى لبناء أعظم حضارة في التاريخ، حضارة أطلنطس المفقودة. وهنا ضرب إبليس ضربته الكبرى، لم تكن ضربة واحدة بل كانت ضربتين. الأولى عندما ذهب إبليس لقابيل والذي ظل حي حتى طوفان ليخدعه للمرة الثانية، بعد أن خدعه المرة الأولى بأن وسوس له بقتل أخيه هابيل، فقال له إن هابيل إنما قبل قربانه وأكلته النار لأنه كان يخدم النار ويعبدها، فانصب أنت نارا تكون لك والعقبة، فبنى بيت النار فهو أول من نصب نارا وعبدها. وضرب إبليس ضربته الثانية، وكانت الضربة الكبرى والقاسمة للبشرية كلها قبل الطوفان، حيث استغل أن أعداد المؤمنين في الأرض العليا قلت بشكل كبير بعد أن نزل معظم رجالها وانضمامهم لشعب قابيل، وانتشار المعاصي بشكل كبير، واضطهد العصاة المؤمنين وبغوا عليهم، ولم يعد الناس يجدون أحدا ليهديهم ويعلمهم دينهم، فبدأوا يشتاقون لآباهم وأجدادهم من الصالحين. وهنا استغل إبليس الأمر وولد الأنوش ابن شيس عليهما السلام وهو بكره وصيه، ومن ولد أتراكين ابن شيس يغوث ويعوق ونسر وسواع وود، فكان هؤلاء النفر قوما صالحين، فلما ماتوا حزن عليهم أبناءهم حزنا شديدا، فتمثل له إبليس وصور لهم صورهم من المرمر جعلها في بيوتهم ليتذكروا بها ويتآنسوا ويخف حزنهم عليهم. فلما ملكوا ونشأ غيرهم صور عندهم إبليس أنها آلهة وأن أباءهم كانوا يعبدونها واستهواهم فعبدوها. كان عمر شيس 700 سنة واثنى عشر سنة، وولد له وهو ابن 150 سنة عن ابن عباس قال إن ود وسواء ويغوس ويعوق ونسرا قوم صالحين، فماتوا في شهر فجزع عليهم أهاليهم وأقاربهم. فقال رجل من بني قابيل يا قوم هل لكم أن أعمل لكم 5 أصنام على صورهم غير أني لا أقدر أن أجعل فيها أرواحا؟ قالوا نعم، فنحت لهم 5 أصنام على صورهم فنصبها لهم. وكان رجل يأتي أخاه وعمه وابن عمه ليعظمه ويسعى حوله حتى ذهب ذلك القرن الأول، وعملت على عهد يارد ابن مهلائيل. ثم جاء قرن آخر فعظموهم أشد من تعظيم القرن الأول، ثم جاء من بعدهم القرن الثالث فقالوا ما عظم أولون هؤلاء إلا وهو يرجون شفاعتهم عند الله، فعبدوهم وعظم أمرهم واشتد كفرهم، فبعث الله إليهم إدريس فدعاهم، ولم يزل أمرهم يشتد حتى بعث نوحا وجاء الطوفان، فأهبط الماء هذه الأصنام من أرض إلى أرض حتى قذفها إلى أرض جدة، وكانت خطة ناجحة من إبليس، فقد انتشرت عبادة الأصنام في شعب قابيل ومملكة أطلنطس بشكل كبير. وهنا أرسل الله نبيا عظيما ألا وهو هرمس الهرامسة مثلث العظمة سيدنا إدريس عليه السلام، وقد أرسله الله في زمن حديفيد نقراوش أو بكراويس المسمى مصرايم، وقد كان ملكا جبارا. انتشرت عبادة الأصنام في زمانه بشكل كبير، فبنى للشمس هيكلا من المرمر ودهنه بالذهب، وجعل في وسط الهيكل كالفرس من جوهر أزرق عليه صورة الشمس من ذهب أحمر، وأرخى عليه وعليها حلل الحرير الملون، أمر أن يوقد عليها بطيب ريحان، وجعل في الهيكل قنديلا من الزجاج الصافي، جعل فيه حجرا مضيئا يضئ أكثر مما يضئ السراج، وأقام 4 أعياد في السنة. كان مصرايم هذا قد زل للأسد في وقته وكان يركبه، وصحبه الجن الذي كان مع أبيه. لما رأى من حرصه على لزوم الهياكل والقيام بأمر الكواكب أمره أن يحتجب عن الناس، وألقى على وجهه من سحره نورا شديدا لا يقدر أحد على النظر إليه، وادعى الألوهية واحتجب عن الناس 30 سنة، واستخلف عليهم رجلا من ولد عرباق كان كاهنا، ويقال أن مصرايم لما ركب في عرشه وحملته الشياطين حتى انتهى إلى وسط البحر، فجعل له فيه القلعة البيضاء وجعل عليها صنما للشمس
وحكى عليه اسمه وصفه ملكه، عمل صنما من نحاس وحفر عليه أنا مصرايم الجبار كاشف الأسرار الغالب القهار، وضعت الطلسمات الصادقة وأقمت الصور الناطقة ونصبت الأعلام الهائلة على البحار السائلة، ليعلم من بعدي أنه لا يملك أحد ملكي، وعمل في جنته شجرة هجين تؤجل جميع الثمار، وعمل فيها قبة من زجاج أحمر على رأسها صنم يدور مع الشمس، ووكل بها الشياطين إذا اقتلت الظلام أن لا يخرج أحد من ملكه إلا هلك، وهو أول من عمل الحمام، وأحب أهل مصر أن يروه فسألوا خليفته ذلك، فأمرهم أن يجتمعوا في مجلس عالي كان له، فاجتمعوا وجلسوا عنده، فظهر لهم في صورة هالتهم، ملأت قلوبهم رعبا، فخروا له على وجوههم، دعوا له فأمر بإحضار الطعام وشراب، فأكلوا وشربوا ورجعوا إلى مواضعهم، ثم لم يروه بعد ذلك، وبلغ في كهانته إلى ما لم يبلغ أحد من أبائه وأجداده. أرسل الله نبيه إدريس في زمانه، وأخنوخ هو إدريس النبي عليه السلام، ونبأه الله تعالى وسمى إدريس لكثرة درسه لكتاب الله عز وجل وسنن الدين، وأنصر الله سبحانه وتعالى عليه 30 صحيفة، فكملت الصحف المنزلة يومئذ 30 صحيفة. وعهد يارد إلى ابنه إدريس، ورفع إليه وصية أبيه، وعلمه العلوم التي كانت عنده، ودفع إليه مصحف السر، ولم يدفعه بعد شيس غير إدريس عليهما السلام. وفي بعض الأخبار أنه أول من كتب من ولد آدم عليه السلام النبوة، وعلم عدة خطوط، وأمر بجمع المصاحف وتركها في الهيكل، وأمر بني آدم وغيرهم بدرسها. وفي بعض الأخبار أنهم كانوا يلبسون القمص من فاخر الحرير والخز وغيرهما من الملونات والمسوجات الذهب والمسمازات بالجوهر، ويلبسون التيجان. قد كانت حواء أمرت بالنسك والمغزل، فغزلت القطن والكتان والوبر ونسكت وكست أولادها. وقد لبس آدم عليه السلام من غزل حواء. يقال إنه لما ولد إدريس عليه السلام ضعف أمر عبادة الأصنام من أولاد قابيل، وسقط عظيم من أصنامهم الذين كانوا يعبدونه ويعتكفون عليه ويسبحون، وكان ملكهم يومئذ مصريين، فاجتمعوا إليه ليتداولوا فيما ظهر لهم، فجاءهم إبليس في صورة شيخ كقصر شيبه، وكان الشيب عندهم عجيبا لأنهم لم يكونوا رأوه، إذ لم يكن قبل ذلك الشيب ولا ظهر لهم إلا بعد نوح عليه السلام بعد الطوفان، وقيل أول من شاب إبراهيم عليه السلام، فقال يا رب ما هذا؟ قال وقار، قال اللهم زدني وقارا. ويقال إنه أتاهم إبليس في صورة روحاني له جناحان، فقال لملكهم مصرايم إنه قد ولد الآن لمهلائيل ولد يكون عدوا للآلهة وعدوا للملك وسبب فسادها، ولذلك أصابكم ما أنتم به مشغولون. فقال مصرايم فهل تقدر على هلاكه؟ قال سأحرص على ذلك. فوكل الله بإدريس ملائكة يحفظونه، فإذا أتاهم إبليس ومن معه من جنوده منعوهم منه، وظهر في وقته كوكب من كواكب الزوائد، أقام ظاهرا نيفا 30 يوما، فجعله أبوه سالم الهيكل، وعلمه الصحف، وكان حريصا على دراستها وعلى الصوم والصلاة حتى شب، فنبأه الله عز وجل على رأس 40 سنة، فأتاه ورائيل الملك يعلمه علم الفلك والكواكب وسودها ونحوسها وصور الدرك والبروج. وقيل أنه أول من نظر في النجوم بعد آدم عليه السلام. وفي التوراة أن إدريس عليه السلام أحسن خدمة الله فرفعه الله تعالى إليه، ولما رأى إدريس بني قابيل في المعاصي وعبادة الأصنام سأل الله أن يرفعه إليه وأن يطهره من خطاياه، فأجابوا إلى ذلك، وأوحى الله إليه أن يلازم الهيكل هو وشيعته 40 يوما، وأوصى إدريس إلى ابنه متشلخ، لأن الله أوحى إليه أن أجعل الوصية في ابنك متشلخ، فإني سأخرج من ظهره نبيا يرتضي فعله. فقيل أنه رفع إلى السماء 7، وقيل إنه كانت له قصة مع ملك الموت، وقد سأل الله أن يزيقه طعم الموت، ثم سأل الله أن يريه رضوانا ويدخله الجنة، ففعل ولم يخرج من الجنة، ورفعه الله هو وابن 150 سنة. وأما متشلخ فأقام مع أخوته وبني أخيه أمام الهيكل يعبدون الله تعالى، والنقباء 70 معهم. ولما رفع الله تعالى إدريس عليه السلام كسر الاختلاف بعده والتنازع، وأشاع عليه إبليس أنه هلك، وأنه كان كاهنا أراد الصعود إلى الفلك فأحرق، وحزن عليه ولد آدم المتمسكون بدينه حزنا شديدا،
وأظهر أن صنمهم الأكبر أهلكه فزاد في عبادة الأصنام وتحليتها والذبائح لها، وعملوا عيدا لم يبقي أحد إلا حضره، وكانت لهم يومئذ 7 أصنام يغوث ويعوق ونسر وود وسواع ومزية وضمر. وانقطع الوحي بعد إدريس عليه السلام ومات أولئك النقباء، فكلما مات واحد منهم صور بنوه وأهله صورته في بيت لهم ليتذكروه ويستغفروه. نبأ الله تعالى إدريس في حياة آدم، وقد مدى من عمر آدم 622 سنة، وأنزل عليه 30 صحيفة، فدعا قومه ووعظهم وأمرهم بطاعة الله ومخالفة الشيطان، وأن لا يلامسوا أولاد قابيل، فخالفوا فجاهدهم وسبى منهم واسترق، وهو أول نبي خطب القلم وقطع الثياب وخاطها. ورفع إدريس وهو ابن 365 سنة وأبوه حي، فعاش أبوه بعد ارتفاعه 135 سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، 4 يعني من الرسل سريانيون، آدم وشيس ونوح وأخنوخ، وهو أول من خطب القلم، وأنزل الله تعالى على أخنوخ 30 صحيفة. وقد زعم بعضهم أن الله بعث إدريس إلى جميع أهل الأرض في زمانه وجمع له علم الماضيين، وأن الله عز وجل زاده مع ذلك 30 صحيفة. قال: فذلك قول الله عز وجل: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال: يعني بالصحف الأولى الصحف التي أنزلت على ابن آدم هبة الله وإدريس عليه السلام، وتسببت العلوم التي تركها إدريس عليه السلام إلى وصول حضارة أطلانتس إلى قمة التطور والحضارة، وتسببت علومه والتي كانت تشمل علوم النجوم والكواكب في بناء الأهرامات المصرية وأبو الهول، وهو ما سنذكره بالتفصيل في الفيديو القادم بإذن الله. ولكن بعد أن رفع الله نبيه إدريس، عادت البشرية للكفر أشد من ذي قبل، بل واستحدثوا دينا جديدا وهو عبادة النجوم والكواكب، وذلك بعد أن علموا بدأ بمدى أهميتها، وخصوصا بعد أن درسوا الكتب التي أنزلت على نبي الله إدريس عليه السلام. فعلم النجوم والكواكب علم عظيم كان يملكه شعب أطلنطس، وهذا ما أكد عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فأن يقسم رب العزة بمواقع النجوم ليس له معنى إلا علو شأنها، وليس هذا فقط، بل زاد رب العزة من شأنها بقوله: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وشعب حضارة أطلنطس كان يعلم بعظمة مواقع النجوم، ولذلك بنوا الأهرامات المصرية على هذا الأساس وبهذا العلم. ولكنهم للأسف وكحال سائر الأمم على مر التاريخ بالغوا وتشددوا في هذا التعظيم حتى قدسوه ومن ثم عبدوه، لتظهر لنا عبادة الشمس والنجوم والكواكب، ليزداد شعب أطلنطس ضلالا. ورغم تطور العلم المهول والتقدم التكنولوجي الكبير الذي وصلت إليه أعظم حضارة في التاريخ حضارة أطلنطس، ورغم أن الفضل يعود إليها فيما وصلت إليه الحضارات بعد الطوفان من تقدم وتطور كبير، بداية من حضارات قوم عاد وأشور والفرعونية وغيرهم الكثير، إلا أن هذا لم ينفعها، وقد سببت لنفسها ولمن بعدها بهلاك مستمر. ولولا هذا التطور الديني والأخلاقي لهذه الحضارة لكان للبشرية الآن شأنا آخر. ذكرنا لكم في هذا الفيديو كيف تحول البشر من الإيمان الكامل إلى الكفر المبين، وكيف واكب هذا الأمر نشأة ونهاية أعظم حضارة في التاريخ البشري حضارة أطلنطس. وذكرنا لكم الأنبياء الذين أرسلهم الله لهذه الحضارة. تبقى الفصل الأخير والنبي الأخير في عمر هذه الحضارة، ويبقى السؤال: كيف بنى شعب وملوك حضارة أطلنطس الأهرامات المصرية، ولماذا بنوها، وما هي التكنولوجيا والعلوم التي مكنتهم من بناء هذا البناء الأسطوري الذي تحدى الزمن، وكيف خدعنا الغرب وأوهمونا بأن الفراعنة هم بناة الأهرامات المصرية، ولماذا فعلوا ذلك؟ إجابات كل تلك الأسئلة وأكثر ستعرفونها بإذن الله في الحلقات القادمة. لا تنسوا الاشتراك في القناة لتكتشفوا معنى أسرار التاريخ الحقيقية، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركته حتى يصل لجميع الناس. وشكرا لكم وإلى اللقاء.